مخططة اللي بيسكن فيها ملايين من الناس، تتعاملوا ازاي مع المناطق دي؟ هنا المعامله تبقى صعبه شويه في التعامل، ان احنا بنشتغل في وسط ناس ما يعيشها. ايوه. فبنوضع الخطه بتاعتنا، طبعا احنا وضعنا الخطه بتاعتنا الاول زي ما قال سيدنا كده اللي هي ايه؟ 318 مليار جنيه فعلا على 10 سنوات. ازاي احنا عندنا اثنين رؤيه، الرؤيه الاولانيه مصر 2020 خاليه من غير امن. مصر 2030 الرؤيه الثانيه خاليه من العشوائيات تماما. مصر ده عنوان الحقيقه على عهده السيد المهندس خالد صديق، مصر 2030 خاليه من العشوائيات تماما. مدير صندوق التطوير العشوائيات هو اللي بيقول كده. اتفضل خالد. طبعا هيقول له ده اللي هيعادوا 2030 هيكون ربنا زدنا العمر، بس مش هكون في مكاني. بس احنا بنقول احنا واخدين خطه، في النهايه احنا في دوله مؤسسيه دلوقتي، احنا واخدين خطه. ويمكن اللي راجع معانا الخطه دي تراجعت معانا لجنه الاسكان، رجعت الخطه دي معانا واعتمدتها لنا في ال في 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 الموازنه، وقعدنا مع بعض. اتعملت ايه؟ اعتمدت الموازنه في العام اللي هو 2021 اللي هو عام، لكن احنا قدمنا لهم مع لجنه التنميه المحليه برضو، قعدنا وعرضنا رؤيتنا في 2030. طب احنا لما قعدنا ما قلناش ايه؟ طب احنا عندنا 10 سنوات، هل قلنا ان 318 مليار جنيه كل سنه 10%؟ ده فكر ممكن، لكن احنا ليه هم لما استعرضنا الخطه حتى سالت السؤال ده، انت ليه مش حاطط كل سنه قد الثانيه؟ انا عملناها السعوديه اول سنه 3% من ال 100% بتاعه 318 مليار جنيه، ثاني سنه 3%، ثالث سنه 5، وبعدين 7، وبعدين 9، وبعدين 10، وبعدين 12%، لغايه ما نلاقي في السنوات الاخيره 17-18%. ليه عملنا السعوديه دي؟ عشان احنا في مشروعات ميجا بتتعمل في الدوله، في محاور طرق بتتعمل، بتتغير شكل، هي خطه متكامله، خطه متكامله بتتغير شكل محاور تقدم المناطق بتاعتنا، بتعمل خلخله، بيحصل في اسكان اجتماعي بيتعمل، بيحصل في رؤيه شامله للبلد. فانا ببدا الاول بعمل الاماكن الاكثر احتياجا دلوقتي، في نفس الوقت انا بقول ايه؟ البلد محمله بمشروعات عملاقه وضخمه، وانا مش عايز احمل البلد اكتر من كده، وهشتغل في الحاجات الاكثر احتياجا. طب وبقيه المناطق؟ ما انا برضو بعمل مشروعات وخطه للدوله مع اليو ان الهابيتات، ان احنا بنعمل خطه كامله لمصر كلها، ازاي نقدر نخلق اماكن استثمار تدر دخل على الدوله، اخد الدخول دي تساعدني في الخطه الجايه. اذا فانا حاطط 318 مليار جنيه، يعني حتى حاطط وجهه نظر استثماريه في الموضوع طبعاً، عشان يصرف على نفسه. او احنا عايز اقول لحضرتك حاجه، اذا حطينا خطتنا على اديني عشان اصرف وبس، مع ان ممكن مثلا في زياره روضه السيده ما كانت الفكره الاول ايه؟ اعمل عماره تسكن الناس. طب ليه ما نعملش الدور التحتاني تجاري ونقدر نجيب منه فلوس تساعد في المشروع اللي بعديه؟ ازاي ما عملش كده؟ برضو اي مشروع بنعمله بعد كده لازم يبقى فيه منطقه استثماريه تجيب لنا حاجه تصرف بعد بعده. اسمح لي اقطعك كمان يا خالد بيه، بتضيف على فكره حاجه، التشغيل لاهل المنطقه نفسهم، فانت بتخلق لهم فرص عمل. ده كان سؤالي لحضرتك، حرقتهولي. هي يمكن لو مرينا في الاسمرات، جميع الادوار الارضيه والبدرومات اتحولت لمصانع. وفي تل العقارب مصانع ايه؟ بصراحه طبعا في محلات عندنا 198 محل موجود قبل كوبري ابو الريش. شفت حاجه على اليمين؟ المباني اللي اتعملت اللي هي روضه السيده. على الشمال شفت الازالات شغاله في مباني ثانيه. هو في مرحله ثانيه هناك؟ ما هي بقى الناس يقول لك ايه؟ انتوا ما خلصتوش ولسه هتبداوا؟ لا، احنا خطتنا بتخلص، بس احنا بدانا ايه؟ بس انا عايز اقول لك قبلها ب 10 ايام المباني دي كانت موجوده. 8 ايام مشيت ما لقيتهاش. هنا الطموح. يعني في سرعه. طموحنا في ايه؟ احنا الاول المنطقه الغير امنه كانت روضه السيده. ايوه. اللي هي كانت تل العقارب، روضه السيده. طيب روضه السيده كانت اسوأ منطقه وحضرتك شفتها بنفسك في السيده زينب كلها. صحيح. طب لما اتعملت فضحت، خلينا نقول معلش باللفظ البلدي الدارج ده كده، فضحت الشكل اللي حواليها رغم انه امن انشائيا، امن على حياه الناس، لكن فضحت الشكل العمراني. صحيح. كشفته. حطينا خطه ان ده نواه الفص الالماس ده هيشع ضوء حوالينها بقى.